كابتن عصام، يعني النهارده قرار مجلس اداره اتحاد الكره ان هو حكم اجنبي وما كانتش دي مدرستك، ايه اللي حصل؟ والله يا سيف، النهارده كان في اجتماع مجلس تنفيذي اتحاد الكوره، مجلس تنفيذي، واستدعوني الحقيقه ان انا احضر معاهم، لان امس الحقيقه النادي الاهلي بعت جواب انه برفض الحكام المصريين بالنسبه لبطوله القمه، والنهارده الحال اتغير، النادي الاهلي طالب في ايضا في جواب رسمي ان كل مباراه في الدور الثاني يكونوا حكام، او من مباراه الزمالك يكونوا حكام اجانب. فطبعا كان في تغيير في الامور، ف تم عقد مجلس تنفيذي. طبعا انا بالنسبه لي رافض تماما ان يكون في حكام اجانب، ده مبدئي اللي لجنه الحكام مش انا فقط ثابتين عليه، واعتقد اللي نجحنا بيه خلال السنتين اللي فاتوا مع مباراه القمه بشكل خاص، النادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا مباراتين بحكام مصريين، وبشهاده نادي الزمالك اللي ما وافقش في مباراتين اللي هي مباراه الدور الرباعيه ومباراه نهائي كاس السوبر، اشادوا بالتحكيم والنادي الاهلي اشاد بالتحكيم. كنت اتمنى ان احنا ما نرجعش للخلف. انا الحقيقه رافض تماما هذا المبدا، ورفضته في المكتب التنفيذي، وده كان قرارنا كلجنه حكام، وايضا كعضو مجلس اداره انا رافض تماما حكام اجانب. ولكن طبعا القرار كان بالاغلبيه نتيجه للتوتر اللي حاصل الحقيقه، وللاسف للاسف الشديد احنا بعد ثورات عظيمه قام بها الشعب المصري عشان يغير اشياء كانت خاطئه ويغير فساد، وعشان نبني دوله متحضره بيناد بها زعيم كبير المشير السيسي، وان احنا نرجع ثاني للاجنبي اعتقد ان ده شيء مرفوض، وشيء المفروض ان الدوله قبل لجنه الحكام واتحاد الكره انه يرفض الحقيقه. ولكن مش عارف، هناك من يحاول ان يرجعنا للخلف. احنا بنشتغل ليل نهار من اجل ان احنا نعمل منظومه جديده في التحكيم المصري. اعلم تماما ان الخيانات اللي حصلت داخل اوضه التحكيم من اجل القضاء على هذه المنظومه، اعلم تماما بعض الاعلام الملون اللي عاوز يرجعنا للخلف، اللي ما يهموش مصلحه مصر في حاجات كتيره قوي، رغم ان هناك في اعلاميين محترمين كتير، الاغلبيه الحقيقه بيساعد ان احنا يكون عندنا دوله متحضره ودوله قويه. مش عارف اقول لك، انا بكلمك وانا حزين جدا. بقول لك يا كابتن عصام، يعني سؤال مهم الناس دلوقتي قاعده بتفكر فيه، لو جبت اهلي وزمالك حكام اجانب القصه مش هتهرب منك؟ يعني مش يجي بعد كده كل نادي يقول لك عايز اجنبي، هتقدر تسيطر على الموقف؟ كابتن سيف، انا اتفق معاك، وانا بقول لحضرتك بكل امانه ان ده بيرجعنا للخلف بشكل كبير، واحنا انت بتكلمني واحنا من الساعة 3 في اجتماع هنا لجنة الحكام، واكيد هناخد قرارات، وفي بيان هيطلع من لجنة الحكام في نهاية الاجتماع، احنا لسه منعقدين في اجتماع. وانا بقول لك الحقيقة ان الامور صعبة، ان في توتر، لازم الاندية الكبيرة الاهلي والزمالك، خلينا نتكلم بامانة، والاسماعيلي تدفع العملية التحكيمية للامام، لازم الاندية الكبيرة تساعد على ان يكون عندنا منظومة محترمة. طالما احنا بنشتغل في شيء صح. كابتن عصام، قالوا لي امبارح، قالوا لي النهارده ان انت كنت متحمس لعقوبه حسين السيد. لا بالعكس، انا لم اتدخل من قريب او من بعيد. لا يعني قالوا لي ان انت كان تعليقك عليها ان هي قليله، لان الولد تجاوز جامد، مع رايك انت ايه؟ والله يا سيف، انا لم اتدخل في هذه العقوبه لسبب وحيد، لان احنا دورنا في التحكيم بينتهي بعد نهايه المباراه، وبعد كده بتبقى في ادوار للجان اخرى من لجنه المسابقات. تمام، احنا لا نتدخل في عمل الناس. الناس يا كابتن عصام لايمه محمد الصباحي اللي ما سيطرش على الموقف امبارح، هو الاثنين مساعدين بتوعه. بص يا سيف، الاخطاء موجوده في كل العالم. انا عارف. وتعالى نشوف الاخطاء كانت لصالح مين اكتر، او يعني الاخطاء مش لا، انا بتكلم على واقعه حسين يا كابتن. انا عارف ان في اخطاء هنا واخطاء. انا معاك واقعه حسين، انا معاك يا سيف، وقلت امبارح ان انا موضوع اللي عمله حسين في الدفع بالايد ده الحاله الاولى، انا لومت طاقم التحكيم، لان كان لازم واحد من الاربع حكام يشوف، وكان يبلغ الحكم طالما ما شافش. وطبعا الواقعه الثانيه، طبعا ناحيه غير اخلاقيه، واعتقد ان الكابتن الكبير الكابتن وائل جمعه وهو كان معانا في مداخله، وقال ان هو يرفض هذا الكلام وهذا السلوك، وان هم يوقعوا عقوبه مغلظه على حسين السيد، وده شيء محترم طبعا من الكابتن وائل جمعه. تمام. على العموم يا كابتن، طب كابتن استقريت على مدرسه معينه من الحكام، يعني بلد معينه للنهائي ولا لسه؟ بص يا كابتن سيف، لجنه الحكام
من لا من قريب ولا من بعيد هتتدخل في هذا. امال مين اللي هيجيب؟ اتحاد الكوره. اتحاد الكوره أيوة من خلال بقى العلاقات العامه هيبعتوا للدول الاجنبيه، يبعتوا للدول العربيه، يبعتوا للدول الافريقيه ويختاروا. لكن انت مش هترشح حد يا كابتن؟ لا 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 لا، احنا انا ضد مبدا معين. احنا عندنا كان استحاله ان احنا نجيب حكام اجانب في لجنه حكام، فلن نتدخل من قريب ولا من بعيد. ولا هتحط معايير معينه ولا قصه معينه؟ لا 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 لا، لا احنا مالناش دعوه. اتحاد الكوره خلاص هو اللي هيختار، هيبعت للدول الاوروبيه او الافريقيه او اي دول هيبعت لها وهو اللي هيختار. وعلى فكره هم هيجيبوا طاقم كامل على فكره بحكم رابع، لان الحقيقه بقولها بكل امانه ان الحكام المصريين صعب ورافضين ان هم يلعبوا كحكم رابع، فهيجيبوا طاقم كامل حتى بالحكم الرابع. تمام، يعني نتمنى لك كل التوفيق يا كابتن عصام، وبشكرك شكرا جزيلا. كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره